خطوات قليلة في قصر اليمامة في الرياض أنهت مشواراً طويلاً من الشائعات حول الرئيس سعد الحريري والمملكة العربية السعودية. لقاء الرئيس الحريري بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم تأكيدات الفرنسيين مخطط اغتيال الرئيس الحريري، حدثان أجهضا معظم خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي حاول وضع الاستقالة في غير سياقها الذي أراده الحريري. سيد نصر الله حول الأمر إلى موضوع محاولة اغتيال الرئيس وحاول أن يدحضه. الأمر الآخر حول النقاش إلى زيارة، إلى إيهام بأن الرئيس سعد الحريري موجود في الإقامة الجبرية في السعودية، ثم حاول أن يعني يقارن بين الرحلة الزيارة السابقة للرئيس حريري إلى السعودية ثم الزيارة الأخيرة، ليقول أن ما من داع لتغيير موقفه لولا وجود ضغوط سعودية. عمليا حول وضع لبنان إلى رهينة لدى القرار السعودي، بينما الموضوع هو أن لبنان رهينة لدى إيران. نصر الله الذي اتهم المملكة العربية السعودية بالتدخل في الشؤون اللبنانية أغفل التصريحات الإيرانية المتتالية التي تحاول أن تجعل لبنان مستتبعا لها. التصريح الذي أدلى به ولايتي عند باب السراي الحكومي بعد اجتماعي بالرئيس سعد الحريري، تصريح يحمل على القول أن الرئيس سعد الحريري بات تحت الهيمنة الإيرانية، بدليل كلامه عند باب مكتب الرئيس أن إيران هي التي تثبت استقرار لبنان أو تحمي استقرار لبنان. طبعا السيد نصر الله تخطى الموضوع الرئيسي، وهو أن لبنان يعني يجاهد كي لا يقع تحت الهيمنة الإيرانية، تجاهل هذا الموضوع ونقله إلى أمور لها علاقة بظروف الخطاب. وأنا أعتقد أن الإيحاء بأن الاستقالة جاءت من السعودية لتقول أنها قرار سعودي هو كلام في غير موقعه. ووسط الصراع في المنطقة بين طرف فارسي يحاول الهيمنة على المنطقة العربية وطرف عربي يدافع عن هويتها التاريخية، جاء رد الرئيس الحريري بحسب فايد وفحواه أن لبنان ليس تحت جناح إيران بل جزء من نظام المصلحة العربية المشتركة.